مساك الله بالنور استاذ عبد الله، يا اهلا وسهلا والله، حياكم الله وشاكر لكم حياك حياك الله وسعيدين الحقيقه بالتواصل معك. جزاك الله خير. اليوم نتحدث عن الحسابات الوهمية وعن التحايل الإلكتروني وحقيقة هذه الحسابات وتعاطيها في الفترة الأخيرة مع الشأن الداخلي، وشفنا طبعا من فترات حملات إلكترونية كثيرة لأحيانا إثارة بعض القضايا والتعاطي مع كثير من الموضوعات التي تخص الشأن المحلي. كيف رصدتم في الإدعاء العام مثل هذه الظاهرة؟ طبعا استاذ عبد الله، مثل ما انت عارف التطور الالكتروني عموما وكثره مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره والتعاطي مع مختلف المعطيات سواء الداخليه او الخارجيه ادى هذا الامر الى ظهور عده حسابات او اشخاص يستخدموا حسابات معينه. انت لما تتعامل في شبكات التواصل الاجتماعي عموما انت ما تعرف الشخص اللي يعني تتحدث معه. نعم. هذا الأمر أدى إلى وقوع الكثير والكثير للأسف في شرك الاحتيال، سواء كان في شكله المبسط مثل ما ذكرت في المقدمة أو في شكله المعقد مثل ما بشرح في بعض الأمور. طبعا في الإدعاء، هي الإدعاء العام عموما تتابع هذا الأمر بشكل دائم، ولو لاحظتوا اليوم التغريدة صباح اليوم في منصتنا سراج الخاصة في التوعية القانونية تحدثنا عن هذا الأمر ومختلف هذه الأمور. طبعا الحسابات الوهمية لها عدة طرق أو عدة منهجيات معينة، منها البسيط القصد منه الاحتيال العادي، ومنه الاحتيال المركب مثل ما ذكرت، ومنه ما يقصد به أكثر من هذا الأمر وأبعد منه للأسف. نعم. يعني خلنا نقف قليلا الأستاذ محمود، يعني الآن في الفترة الأخيرة في هناك كثير من القضايا على المستوى المحلي اللي يتم التفاعل معها ويتم الأخذ والرد بشأنها، ونلاحظ في حسابات كثيرة وأغلب هذه الحسابات تأخذ شكل وكأنه شكل رسمي أحيانا، سواء صورة لعلم عمان، صورة لشخصية بارزة، صورة لرمز من رموز البلد، ولكن لما تأتي للمحتوى تجد أنه المحتوى مشكوك فيه نوعا ما وكأنه لأغراض معينة. بالضبط سيد عبد الله، هذا اللي يعني جزاك الله خير أقصده. الآن هذه الحسابات ومن يديرها غير معلوم بالنسبة للكافة أو المتعاطين مع هؤلاء الأشخاص. إحنا كمجتمع عماني مجتمع بسيط نتعامل مع الكل بطيبة قلب. أنا لما أشوف حساب من هذه الحسابات والله واضع رمز من رموز الدولة أو يتحدث عن شأن من شؤون الدولة ويعني يلامس المواطن أو المجتمع عموما، حصل عدد المتابعين له يزيد بطريقة غير طبيعية، بحيث أنه هو يعني كأنه يظهر للعامة أو المستخدمين شبكات التواصل على أساس أنه مهتم في هذا الجانب، في حين أنه مثل ما يعني أسلف الدكتور أحمد شكيلي صباح اليوم في المقال أنه ثبت فنيا من خلال المتابعة الفنية من الأخوة المختصين أن هذه الحسابات معظمها إن ما لم يكن كلها تدار من خارج يعني خارج السلطنة، ومستخدميها في الأغلب يكونوا ليسوا عمانيين للأسف. فلو تلاحظ بعد ما يكبر الحساب أو عدد متابعين الحساب تتغير بوصلة الحساب إلى لشيء آخر، فينصدم الشخص أو المتعامل معها، وكذلك ما يتم من خلال رسائل خاصة ما بينهم مثلا أنه يتحصل على معلومات معينة، والله يساند شخص معين في معلومة معينة، وفي الأخير يقع بعض الأشخاص ضحية تلك الحسابات بحيث يتم ابتزازهم لاحقا للقيام بأعمال أخرى. فهو أمر كله مركب. فدائما نقول أنه الحماية أو الحد من انتشار هذه الظاهرة هي التعامل بحذر مع هذه الحسابات أو مستخدميها للوصول إلى عدم إعطائهم المجال للتحدث فيما لا شأن لهم به. نعم. هذه هي يعني هذه منها، ومنها طبعا الكثير من الحسابات التي يعني تظهر في الفترة الأخيرة لو تلاحظ بشخصيات عمانية بارزة مثل أصحاب معالي الوزراء، الوكلاء، شخصيات ذات المكانة الاجتماعية، حتى الأشخاص العاديين يعني يجي شخص
يقول لك والله انا اتواصل مع انسان قال لك والله يعني ساعدني في هذا المبلغ، او الحسابات اللي تظهر بشخصيات مرموقه يقول لك والله انا اجمع تبرعات لاشخاص معينين لو تكرمت حول لي على هذا الحساب. معظم هذه الحساب وبيجيك المندوب بيرجع لك هذا المبلغ. لما تتبع رقم الحساب خارج حدود الوطن، يعني انت لما تريد تفعل خير، طيب في عندك جمعيات مصرحه قانونا لا يمنع ان الانسان يعني يبذل الخير فيها، ومعروفه لدى الدوله ومقيده. فوقعوا وناس كثر ضحيه هذه الحسابات التي تاخذ هذه اشكال هذه الرموز او الشخصيات المعروفه في الدوله. نعم، يعني الاستاذ محمود احيانا غرض هذه الحسابات اذا كان مادي ترى معروف ويتكشف بسرعه، يعني يكون والله مرحله مرحلتين ثلاث وبعدين يبدا انه يكون الغرض هو الاحتيال والحصول على يعني مبلغ مادي. لكن هناك حسابات اخرى لا يكون لها غرض مادي، ويمكن هي في الحقيقه يعني يكون اثرها وضررها اكبر، وانما تدخل في يعني تناول مواضيع معينه في تخص الشان المحلي. عاده ما هي الاهداف والاغراض التي تقف خلف هذه الحسابات؟ لمادي ترى عرفنا مادي، لكن الاغراض الاخرى؟ شوف استاذ عبد الله، يعني الجميع يطلع انه الان السلطنه في مرحله مفصليه، في اعلان الى خطط تنمويه، الى اعلان للخطه الخمسيه، اعلان رؤيه عمان 2040، مساله العلاوات وغيرها. بعض الاشخاص من خلال استخداماتهم لمثل هذه الحسابات، وان كانت حسابات سواء كانت حسابات معروفه لاشخاص معينين ام حسابات اخرى غير معروفه المصدر، واللي اسلفت لك انها فنيا بتتبعها تبين لها انها خارج حدود السلطنه. نعم. هذه الحسابات تقصد او القصد منها في نشر بعض المعلومات، اقول بعضها وليس كلها، لان بعض المعلومات تصدر من جهات حكوميه وهم يعيدوا التغريد ولكن او يعيدوا النشر، ولكن يبداوا بتحليلها بطريقه مغالطه للواقع الحقيقي. نعم. القصد منها اثاره الراي العام، القصد منها اعطاء معلومه مضلله، مثل ما اسلفت انت في 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 بدايه الحلقه الان كان الناس يتحدثوا عن مساله رفع الدعم. فتجيك بعض الحسابات تتكلم ان رفع الدعم التام ويعني اتخاذ خطوات غير صحيحه، في حين انه واقع العملي او وفق الخطه الزمنيه يكون الرفع لاسباب معينه وفق اليه معينه. وهذا ما يحصل الان، انه عندنا الحسابات الحكوميه الموثقه متواجده في وسائل التواصل الاجتماعي بكثره. فأنا المفروض علي أن أنا أستقي المعلومة من الحساب الرسمي أو من المصدر الرسمي. لكن ما يدور في هذه سهلة جدا، يعني اليوم الوصول للمعلومة الصحيحة يعني سهل. بالضبط، الباحث عن المعلومة في ظل الفضاء السيبراني من السهل جدا عليه أن يحصلها من مصدرها الرسمي. فما بالك أنه الآن في بعض الأشخاص يأخذوها بحسن نية، فيجيك شخص ينشر معلومة مغالطة للحقيقة، فهذه المعلومة تنتشر مثل النار في الهشيم بطريقة غير طبيعية، وهي تمس شريحة كبيرة من الناس. في حين أن محتواها لما تبحث عن محتواها تجده غير صحيح. يعني كمثال بسيط، ممكن يتم نقاش لأمر معين في الحكومة مثلا، هذا النقاش خلال النقاش فهو نقاش وليس قرار. مجرد نشر ما يتم من نقاشات، فأنت الآن تنشر معلومة مغلوطة لم يتخذ فيها قرار. فالمادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نظم هذا الأمر، لأن هي تمس النظام العام. أنت الآن يعني كأنك ترمي بأمر معين، يعني يلخبط الأفكار أو التوجهات اللي موجودة في الدولة في اتخاذ قرار معين. فيجيك هذا الشخص فلما يتعاطى معها يتعاطى معها بطريقته الخاصة التي تثير الرأي العام. نعم. الأستاذ محمود، هل هناك نية لدى الادعاء العام في الكشف عن هذه الحسابات التي تم التأكد منها، سواء من محتواها المشكوك فيه أو حتى من وجودها خارج السلطنة ووقوف جهات معينة يمكن في إدارتها وغيرها؟ نعم سيد عبد الله،
الادعاء العام لا يلو اي جهد في مساله متابعه كافه الحسابات التي تصل او ترد الينا او يعني يقوم الاخوه مشكورين بالابلاغ عنها في متابعتها متابعه تامه. ومثل ما اسلف الدكتور احمد شكيلي بدايه صباح اليوم في 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 المقال ذكر مساله المعلومه والتعاون الوطيد ما بين وما بين النيابات العامه في مختلف دول العالم الصديقة والشقيقة في مسألة التتبع، وكذلك تم الوصول لبعضها بعض المستفيدين من هذه الحسابات وتم إرسال يعني طلبات للمحاكمة. بعض هذه الحسابات كذلك يتم متابعتها من خلال تواجد للسلطنة. بعض الحسابات التي كمثال مسألة الاحتيال، أنك والله ربحت جائزة وقدرها والله حولنا مبلغ، لو تلاحظ حساب الادعاء العام دائما ينشر الأحكام القضائية الصادرة في بعض أو يعني القضايا التي تمس الرأي العام، ومنها كذلك ما ينشر من بعض الحسابات بما يثير حفيظة الرأي العام، في حين أنه يعني لو تلاحظ أن هذه الحسابات بعد فترة لما الحساب الرسمي للمؤسسة أو حساب التواصل الحكومي في السلطنة لما ينشر المعلومة تجدها مخالفة تماما لما تم نشره من قبل سين أو صاد من الناس أو حساب من الحسابات الوهمية اللي نقول إحنا الحذر منها دائما، لأنه مقصدها ليس المقصد الحسن، وإلا كان سيظهر صاحبها ويتحدث من هو، هذا هو القصد فيها. نعم، يعني لفتني حقيقة أمر هنا في المقال اللي نشره الدكتور أحمد، اليوم دور الضحية في كثير من حالات الاحتيال الإلكتروني يبدو أنه دور مؤثر، ويمكن هو أحيانا من يفرش الطريق بالورود لهذا المحتال في أنه يصل له. نتحدث عن هذا الجانب وكيف الواحد ممكن أنه فعلا يحمي نفسه من أي احتيال إلكتروني قادم في ظل هذا الفضاء الواسع طبعا من التقنيات الحديثة. بالضبط أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، هي بكل بساطة الإنسان لابد أن يتعاطى مع أي تواصل معه خاص بحذر، بما معناه انتشرت في الفترة الأخيرة صورة من الصور اللي هو الله تعالى أنا أضيفك فيه، والله يجيك حساب أو يخترق حساب من حسابات أي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي ويتواصل مع شخص آخر أو من المضافين لديه، يقول لك والله أنا في حساب تعالى أنا أضيفك في مجموعة من مجموعات مثلا برنامج الواتساب. من هناك يبدأ هو التنقل ما بين الحسابات. لابد أنه يعي أنه لابد أنه يتواصل مع هذا الشخص إذا كان يعرفه معرفة شخصية، هذه نقطة. النقطة الثانية، لما يجيك حساب من الحسابات يضع مثلا شخصية معروفة في السلطنة ذات مكانة معينة، ويجيك يقول لك والله أنا أريدك والله تحول لي هذا المبلغ إلى البلد الفلاني خارج حدود السلطنة، لابد أنك تتيقن وتفكر مليون مرة قبل لا تتخذ هذا الإجراء. كذلك مسألة التعاطي مع البنوك، لما يجيك رسالة يقول لك والله أنت ربحت جائزة وقدرها، طيب أنا إيش يمنعني أني أنا أتواصل مع البنك المعني؟ يا جماعة الخير أنا وردتني هذه الرسالة صحيحة من عندكم ولا لا؟ فهو إجراء بسيط جدا يحميك من تبعات أو إشكاليات تؤرقك في الملاحقة الجزائية لاحقا. فالصور كثيرة، ودائما يقال أن المجرم يسبق العدالة بخطوة، فهو دائما يبتكر الوسائل والطرق التي يحاول بها استغلال هذه الأمور والاحتيال على الناس للحصول. ومنها كذلك الحسابات التي تدعي الوطني، يعني الحسابات الوهمية التي تدعي أمر معين أو تضع رموزا معينة، ويجيك يعني يطلب أمور في عن طريق الرسائل الخاصة وبعدين يبتز الشخص. فمثل ما تفضلت، الضحية دائما هو ووعي المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، احنا الذين يعني احنا اللي نراهن عليه الوعي. وعي المستخدم في شبكات التواصل الاجتماعي هو ما يحد من الجريمة. القوانين موجودة، وسائل الملاحقة موجودة، المختصين في ملاحقتها كذلك موجودة، ولكن إن كان لدي المجال لمنعها من الأساس فلا بد أن أنا أتخذ هذا الإجراء منعا لوقوعها من أساسه. يعني نعم، وممكن لو رجعنا يعني شوي لموضوع الحسابات، خاصة الحسابات الوهمية، يعني يمكن هناك خطوات بسيطة جدا للواحد من خلالها بإمكان أن يكتشف مدى صحة وحقيقة مثل هذه الحسابات قبل أن يتعاطى معها،
قبل إن هو يرفع كذلك من شأنها أحيانا. حقيقة نحن نساهم أحيانا في أن نرفع من شأن بعض الحسابات. فيعني إذا كان من الممكن أن نحن نوضح بعض الخطوات البسيطة اللي من خلالها نقدر بسهولة نكتشف مدى حقيقة هذه الحسابات. هو أستاذ عبد الله يعني المستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي لابد أن يعي مسألة البحث البسيط جدا، عدد المتابعين، تاريخ إنشاء الحساب نفسه، المضافين اللي موجودين في الحساب، كذلك عندك يعني عندك من يتابعهم، لو تتابع حتى يعني ما يتم نشره في الحساب تجد انه يعني ما يعني ليس مترابط، يعني الترابط في الإجراءات، فهو يتبع ما يعني او يسلك في مسار معين وفق آلية او منهجية معينة ثم يغير وجهته الى مكان اخر، فتحصل ان الحساب نفسه اصلا ما مستقر، فهي قراءته من خلال الحساب نفسه. نعم نعم. وأحيانا يمكن الأستاذ محمود يعني رغم حديث الدائم عن الشأن المحلي ويمكن نعم. حتى المعرف ماله والصورة وغيره تدل على أساس أنه هو موجود في السلطنة، بعض المفردات حتى تفضحهم أحيانا، يعني بعض المفردات نحن ما نستخدمها في السلطنة وما نقولها، ولكن هذه الحسابات تستخدمها نظرا أصلا لوجودهم هم في دولة أخرى وبثقافة أخرى وغيره. بالضبط سيد عبد الله، وهذا اللي إحنا دائما نقوله، وهذا ما تم إثباته فنيا من خلال متابعة يعني حسابات كثيرة وردت عليها يعني إبلاغات خاصة في مسألة ما يعني في نشر ما من شأنه المساس في النظام العام. تعرف التعاطي في خلال الفترة خاصة في ظل الظروف الحالية، ويعني هنالك من يصطاد في الماء العكر، فالإنسان لابد أنه يعي، يعني هي ليست ملاحقة قانونية أو جزائية فقط، الادعاء العام يراهن على الوعي. احنا نتكلم انه كلنا مسؤولون امام يعني امام الله، امام السلطان عزه الله، ثم امام هذا الوطن للحفاظ عليه. احنا لا نتكلم عن مؤسسات فقط، احنا كلنا المفروض ان نكون السند والحامي للبلاد. فبعض الاشياء البسيطه هي اللي تحمي هذا يعني هذه المقدرات. اما الحديث عندها انت تتحدث انه اذا تحدثت عن امر معين وهو غير صحيح، أنت الآن في منظومة عالمية الفضاء السيبراني الكل يطلع عليه، أنت الآن مثلا ستتحدث عن شأن معين ممكن يجيك مستثمر من الخارج يريد يجي يستثمر في السلطنة كمثال، فلما ينظر يقولك والله أنا يعني السلطنة غير مستقرة في هذا الشأن، فأنا بسحب استثماري وبروح أي دولة أخرى. هذه بعض الصور اللي أنا أحكي لك إياها، ما بالك بتبعات أخرى وأخرى وأخرى للأسف. نعم، وأكيد هذا دور ومسؤولية اليوم علينا جميعا في أن نحن ما نترك المجال أبدا لمثل هؤلاء المتصيدين. يعطيكم العافية الأستاذ محمود، جهود كبيرة حقيقة من الادعاء العام في كل ما يخص المجتمع، ويعني يجنبنا أحيانا المشكلات قبل وقوعها. إذا كان هناك ثمة كلمة ورسالة أخيرة في نهاية هذه المقابلة. في الأخير أستاذ عبد الله، كلنا أبناء لهذا الوطن، وكلنا نفديه بما لدينا من مال وجهد وعمل. التكاتف الوطني هو من يعني سيرسي هذه السفينة لبر الأمان. عدم الذهاب خلف الشائعات، لأنها يعني عندنا حسابات مثل ما أسلفت لك الحكومية رسمية يتم استقصاء المعلومة منها للتأكد قبل النشر، لأن الإنسان حتى في هذا الأمر يعني مؤثم دين بالدين، يعني أنك أنت تنشر أمر وأنت غير متيقن منه، هذا أمر يعني أنت محاسب أمام رب العالمين قبل القانون وقبل الجزاء. فنسأل الله التوفيق للجميع، وهذه جهود المواطنين جميعا والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، ونسأل الله السلامة للجميع والابتعاد عن يعني أو الوقوع في شرك الاحتيال عموما، والادعاء العام مع المجتمع دائما وأبدا، وهذه هي توجهات هيئة الادعاء العام بإطلاقه. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود بن أحمد السعدي مساعد المدعي العام، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا.